علشان نعمل الوصفة بتاعتنا عايزين هنعمل حاجة صغننة كده، نص كيلو ورق عنب، عايزين بصلة ومعلقتين كبار زيت زيتون، كوباية برغل، معلقتين كبار صلصة، 150 جرام لحمة مفرومة وممكن نستغنى عنها، وملح وفلفل، رشة بهارات. وعايزين على كوباية البرغل دي هنحط تقريبا كوباية مشكلة من الخضرة، يعني شبت، بقدونس، كزبرة، نعناع. وعايزين نحط في قاع الحلة من تحت طماطم شرائح، ثوم وبصل. طيب هنا حطينا زيت الزيتون وحطينا البصل، البرغل مغسول طبعا، برغل مغسول. هنحط دلوقتي، هنعصج اللحمة يعني انا بحب شوية الصراحة، يعني ممكن ما احطش اللحمة بس البصل، يعني دايما بحب في المحشي. وفي طريقتين طبعا بيتعمل بيها المحشي، ممكن يتقلب البصل مع الزيت وممكن يتحط ني في ني. انا بحب احط البصل شوية على النار، بحس نكهته بتطلع اكتر، وبحسه كده لما بياخد كده تقليبة على النار هو نفسه بتبقى نكهته احلى. فانا بس هقلب البصل مع شوية زيت زيتون، خلاص مش لازم اللحمة تقدروا تحطوها نية، مش مشكلة، بس انا بيهمني نقلب البصل شوية على النار، خلاص مش لازم. في ناس طبعا بيقلوا اللحمة بس انا مش هقليها. هناخد بقى دلوقتي، نقفل ده، خلاص قليناهم دول مع بعض، خلاص كده بقى لونه كده شوية يعني طري وبقى شوية شفاف، معناها ان هو شرب الزيت الزيتون وبقى نوعا ما مستوي. طيب هناخد دلوقتي الحاجات اللي عندنا، خلاص احنا شلناه من على النار، فهنبتدي نحط اول حاجة البرغل علشان ايه يعني ابرد الحلة شوية. نحط البرغل، نحط اللحمة المفرومة 150 جرام، ملح وفلفل، وعايزين نحط كمان الخضرة. عندنا هنا شوية شبت بس، يعني مقدار كده، معلقة كوباية من الخضرة شبت بس، هو البقدونس والكزبرة لازم يبقوا أكتر من الشبت في الوصفة دي. في الورق العنب بزود أنا الشبت أكتر لما نكون بنعمل كروم. بقدونس، كزبرة، ملح وفلفل، نعناع، عايزين تحطوا شوية فلفل حراق كمان ممكن، بهارات، وعندنا هنا كمان الصلصة اهي، بنحط الصلصة، ممكن تحطوا كمان طماطم مقطعة لو تحبوا. وكده نبقى خلصنا الخلطة بتاعت المحشي اللايت بتاعنا. اكيد كتير اخف من لو عملنا المحشي بالرز، او لو عملناه كمان بالزيت العادي، طبعا زيت الزيتون اخف. طيب عندنا هنا يا جماعة اهو ورق العنب بتاعنا، ورق العنب بتاعنا طبعا يا اما بتجيبوه انتو فروزن فبيبقى جاهز، او بتجيبوه اخضر انتو بتسلقوه شوية في المية. هناخد الحلة اللي هنعمل فيها ورق العنب، وهنرص تحت البصل والطماطم وكمان الثوم اللي عندنا، هنحطهم بس تحت كده، بيدوا طعم لذيذ جدا، مش لذيذ بس. طيب احنا يا جماعة دلوقتي مفروض ان انتوا بقى تفترضوا ان احنا خلصنا كل ورق العنب اللي عندنا، وهنحطه في الحلة فوق الرصة بتاعتنا اللي احنا عملناها، اللي هي من حطينا فيها طماطم وحطينا بصل وحطينا ثوم، وهنبتدي نرص ورق العنب بتاعنا. طبعا للاسف ما عندناش كميه، عند الكميه كلها خدتها عملتها في النسخه، وهنحط عليها ميه ونكبسه بطبق ونسويها على النار زي ما احنا متعودين.